بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم وفي ميزان حسناتنا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولا ليال حين نصعد عشرة يعني كجور رميني تاريخ نورليت كصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحين ما تقادنينا صحابي لورن جري عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح وصحابي سقو دأوين صو إسلامي ولحذك كرو دافي مع ذلك وحولها دقال كي وحود قصد إنو كبران دوناي وحو قوان سدي أن يطع بعرجته الجنة إنو اللقطة وكردو تيو وكو يستاقو الجنة أيو قوان سدي كوحو شيخ وكو تلمامي شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة شيخ أما قف دأ أو قوان صدي لقطة وكرده تيو إنو كو يستاقو جنة عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب عمرو بن الجموح حكمدها عقالدة أما أغاسيدة يثرب مدينة أي لحيد في الجاهلية إسلام لماذا كهر وسيد بني سلمة وحونها سيد كيري بني سلمة أيوه وواحد من أجواد المدينة وذوي المرؤات فيها وذوي المرؤات فيها وحكم ذها ضدك معرك تاني لشرفيه مقام كسر كله مدينة يكم ذها وحونا كم ذها شرفتي جاهلية ذا وحانا دقنوا هاي ضدك عين كاسي وقاسي ذا أما عقال ذا إلا قدم بي وقتك جاهلية ذا إنه قنف قف كاستيسكال هذا الصنم إساقه وقار صنم إساقه وقار وصبح دي قلب كيبا كبرا كيستو وإحنا أقورعو ملكي مصيبات كأيو وحيكور لعان أقورعان يحوغو نفتو ذكو سابرسيا ساسي لهان جري وعندقان هذا حن وجاهلية دي جري ملكي رقاس أيو كميدها عمر من الجموح وحونا لها صنم لورن جري ماناتا صنم كاوحو كالسمايي من نفيس الخشب ان الواحد قال لك ايوك السمي ايوك قري ادنا ادي ادو وحل ديرانجل كورهينتي سي انو سوكا ودقاليه وترتره وهاجاجي يو ادو كورهينجل وكان عمرو بن الجموح قد جاوز الستين من عمره لحذنجر او يضافي عمره سو عمرو بن الجموح مرك إفتين كإيمان وكبلا من مدينة ورسولك صلى الله عليه وسلم صادر سفيد كوهري مصعب بن عمير صحابي إذا يرتاعها إذا ذيّر إلا قلت المامين وها سفير للدرو كوهري وها نبي عليه الصلاة والسلام أنتم مدينة سهجرون أيادت كإسلامي بوحك صادر صحابة إسلامتي بيعة العقبة الثانية أيوحك صادر مصعب بن عمير مرك مصعب باصداس إسلام لماذا كفى فنجري في المدينة مصعب مركا يا رومي فآمن على يديه أولاده الثلاث صدح ويل أولي صحابي قنا ما تكور رمي إني عمر بن الجموح صدح دبوا حي روميين ويدين تكو قاتل على يدي مصعب بن عمير مصعب بن عمير أيو لهي سواب قرده إسلام لماذا يسوق علينا وحانا كلا أورنجري معود يا معاذ يا خلات صدح ذا ويل بودالي إيا ويل إياغا لداءها وأي صاحبها أهايين ولورين جري معاذ بن جبل وصحابي قيوينا معاذ بن جبل رضي الله عنه أفر تاسبا مصعب بن عمير أياسو إسلامي وحكى له إيمانك قادتي حاس كيسي وهند لديه جري إساقو إنتاس عمر بن الجموح وحبك مؤغر ريب كلنا وذا إسلامين ويلشي سي حاسكي سي بيني إسلامتي وحكمه مركز سينا وحكو أورنجري حاسكي سي ساقو
كعبسي قبيلة ويلشيسو أي راعان ويلكاس داد يري كي مد مكة ومصعب بن عمير رضي الله عنه وحكورن جري إلالي وحاد كي إلالي ساين ويلكان راعان أي دين تو ذا أي بدلان أي دين تي نبي محمد قالان أرك آدو دكتونه ومكة استكدر داري جري وحوران جري يا هندو احذري كدكتونو أن يلتقي أولادك إن يلقوا المان ويلشادوا بهذا الرجل ننكاس ومصعب بن عمير حتى نرى رأينا فيه إلى أن نكت شنينو هدي أن يوضياشي مدينة إلى أن نكت شنينو أن تلك قارينو يركاس إن يأكل دل يرتنع قلي وحيكورن جتي سمعا وطاعا يضو ما ركتاني og xaaladda uu ku sugan yahay rabtana inay daacwada tartiib u galiso ay maalmaha maalmaha kamida waxay ku tiri ma dhageysatida wiilkaaga mucaad waxbuu ka sheegaa ninkan uu ka soo maqlay bal ka dhageyso faqala wuxuu wayhak hooge wa hal sabaa diinti miyu ka baxay isaguna mucaad anuu ogeyn fa ashfaqat almar'atu as-saliha gabadhii wanaagga badnayd ee hind iyadoo u dhibrinaysa odayga waayeelka ayaa waxay ku tiri kala maya مايا كما بحينه لكن وحكا قيب قلي بعض مجالسه هذه الداعية مجالسه سقيب كمدا يوكا قيب قلي وحيالها قار كود بكا سوحا في ذي اسكده جيسو مركز سوري كين هطبا وايمد مركز سوري إما قشي محاكا سو مقش مركز سوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مركو مغلئين تاس وصورة الفاتحة أيوه يلي عمرو بن الجموع ما أحسن هذا الكلام وأجمله هذا الكلام حقك وناك بضن وكفره بضن أو كل كلامه مثل هذا هذا الذي صور المساسة أقرح بذين هو ناك بذين معاذبا وكويلي وأحسن من هذا يا أبتا قاركود كان يبكسي وناك بذين فهل لك أن تبايعه ما أود إن مبايع تدود بيعاد قادتد أدبلا لك شدود إسلام فقومك جميعا قد بايعوا تلقى يددك الرئيب مدينين تودي بندد وإسلامين وبيعاد قاتل سكت الشيخ قليلا وذيقي وايال كافوغا انتو عاموسي بويلي لست فاعلا ما يهم السيدة يالي حتى استشير مناتا الى ان لصوت الشهد الصنم كيجي مناتا اسكا قادا مايو فانظر ماذا يقول وحان فيرين دونا وحاو يلادان فيرين يا فقال له الفتى ويلكي يا رابا وفكويلي معاذها وما عسى ان يقول منات يا ابته ومحو ركرا مناتا محو قوسو كرديني محو شاقي كرا وهو خشب وألواح أصم ودقلا ولا يعقل عقل لهين ولا ينطق أن ورمي كريم وذيو حنا أقسم بايلي وحانكو إلي لن أقطع أمرا دونه أنو قوان قاري مايو مناتا لأن تسكو قوان قاري مايو ساسدين وذيو وحوك عيلاي مناتا وحو ربين اللحظلو aadana dhaqan waxa uu lahayn way ogiin oo sanamku halayne waxa loo oran jiray in habar ajuza ay maaragtaanay daba istaajin jireen sanamka markay la hadlayaan markaasay waxa oran jireen iyada waxay ku jawaabaysa bi ilhamihi isaga ilhaminay isaga wax ku ilhaminay taas ku jawaabaysa uu kor istaagay isagoo istaagaya oo cuskanaya lugtiisa تي صحيحة أهي يعني لقتي وعافي مات كقبتي فقد كانت الأخرى طلبات محيا اللقتة كالي عرجاء شديدة العرج وحيا لغو آد وقال لقتي ونافكي يهبي أهي مركز أمان بلاب هذا الوناك سن أيوك لها مركز ليا مناتو مناتو لا ريب شكك مجرو أنك آدوك قد علمت إنادو قاتي بأن هذه هذا الداعية التي وفد علينا من مكة كان مكة كي يمد الدين تدك أبو يارا يويل كي يري إنه قف كلا دبل ربن أذيك موية ودكتها مناتو سلام كيب الله عليه وإنه يسق
إنما جاء وطئيم لينهانا إنه نجربه عن عبادتك عبادتنا كعبدينه وقد كرهت وانكر حيوان معي أن أبايعه إن أنبلا لقره على الرغم يظل لقبه مما سمعته من جميل قولي هذا الوانا أكسب وإلى السوكاري يظل لقبه هذا نوحان ديدي إن الله مبايعه حتى أستشيرك إلى أن قلت تشهد فأشر علي ما ركتان إتلا إسي أو إتلا بحي فلم يرد عليه مناته بشيء سلام كي مناتا وحبه مو جواب أو محو جواب واب السلام فقال وحو إلي كورا سي ما ركتان وحي النايين أو تعلق سنين لعلك وحال غيابا قد غضبت إن أدعروت مناته وأنا أنونا لم أصنع ما أن يلي شيئا شيء أو يؤذيك بعد أذيك قربا ولما أن سمين ولكن لا بأس لكن دم مرها مالمان كاتجي إلى وعرضوا أي كاتجيس مركزا هو رئيسا بولي ولو حقوقا نعسيني هاي إنه صنمكو وطلسين كرو ويساق الله تشدا يحقوقا نعسيني هاي وحيا هاي انسد حديثي ويلان سو شاقني ومعوذ إيا معاذ إيا خلال وحيا وغاين آبود إنه صنم كان آد وجعليه أنا وإن بعض النقص واحدنا إلى النقضي بقى قيب يساق كمدة النقضي وحيس أوجادين حوجا إنه ماشي وجوجا حوجا كسر دروسين النقضي وكسر دويعي مركز إسرائيل سديب الوسيب ناقل بجيسة سنة كجعل كيسة وسو إيمان كوضع وجهه سين وسيبنا حبين بيت الشدر مك ويلشي سير يري يا صحابي صاحب كودها ادى يرى معاذ بن جبل لورني ايا قاضي وحي قصو تورين حفره قد اي لهاين ري بني سلامه او قشن قب اها او قشن كلاس كغ شوبي جيري حلكي بي قصو ردين كوري بي قصو نوقدين واسكا سخدين عندنا ماي اوغان مركو وا بريست aya sidii caadada u ahayd isagoo aayar u socday uu galay sanamkiisii uu rabay isagoo si sagooti inuu sagootiyo u baxo meeshii buu ka waayay waa xanaaqay wuxuu riway lakum hoogine man ada ala ilahina hadii leel wariya ku soo duulay ilaheenni xalaya ku soo duulay cid u jawaabtu waayay isagoo xanaaqsan oo guriga iyo banaankiisaba ka fiirinay ayuu baxay oo u goodinay qofkii arrinkaas lagu ogaaday inuu yeelay inuu maaragtana caaqiba xumo mudan doono isagoo u goodinaya oo cararaya ayuu wuxuu ka soo helay godkii qashin qofku ka soo arkay markaasuu u meeray uu taahiriyey uu qurxiyey markaasuu meeshiisii ku celiyey markaasuu ku yidhi ama wallaahi baan ku dhaartay law aclamu haddaan ogahay man facala bika haada sidaa cidda kuu yeeshee kuu gashay la akhzaytuhu waan dullayn lahaa buuri qofka waan dullayn lahaa haddaan ogahay فلما كانت الليلة الثانية هبين كلا بعد مركعين نقطين ويلش السدي أي يالين سدي هبين كهري يالين صباح ذي بوكعي ورادي قد كي بوكا سوهل إساق ووسخ بطن أي سارن تاي وميري ماشي سي بوكو علي بلا كي بوكا إساق آدو وحن أقصد ويلش نساسة قدبا قرين يقول ربا إن قلبي كيستك السيبان سلامك مركي دنبه ايا وحي سميين حبينكي ودن بيسي وما وحو سميين عمر بن الجموح سيفتي سيبو قاضي مركو سي سيحان ايو قورتا اصور سلامكي مناتا مركاسو لي مناتا هدي الخير لابا سوى حناقسا فادفع الشر عن نفسك نفتا لشركة الدفاع سكعي لعدك وقاضي واتا سيفتي نواتا يسطا ساسا يا هايا تتكي عينكا اها aya islaamnimadu ka soo saartay rijaal ay ka soo saartay rag ka islaamnimadu haday siday tahay anaguna ugu dhaqano sidaas iyo suku dhow baan noqonayna waayo qofka islaamnimada markuu ku dhaqmo oo qalbigiisu daacad yahay waxay noqonaysaa inay wax badan ka bedesho waa iska seexday caruurtii markay hubsadeen inuu seexday ayay sanamkii qaadeen qoortay ka xidheen way jiideen markaasay arkeen ay baxtiye aygii baxtiye bay sanamkii ku xireen markaasay ku tuureen ceel qashin qubaha isaguna reer bari salaama lahaa ay ku rideen markuu subaxii waa bariistay meeshii buu ka waayay uu raadiyey
uraadiyay waxa uu helay isagoo waji waji loo tuuray oo ay dhinteen lagu xiray oo safety laga qaatay laakiin markan uu ka daalay meeshii kabuu soo saaray wuxuuse ku gabay afarleydaas oo wuxuu yidhi wallaahi low kunta ilaahan lam takun anta wakalbun wasta bi'rin fii qarni intaasuu tiriyey oo wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartay low kunta ilaahan haddaad ilaaha ahaan lahayd manaanto adig iyo ay dhintay ceel dhexdii layskuma keen xidheen waa socday islaamnimadii buu qaatay diintii ilaahay buu soo galay wuxuu dhadhamiyey macaanka islaamnimadu lahayd buu dhadhamiyey wuxuuna ka murugooday ashadda nadaamati murugtan ugu daran laxdo kasti uu shirki ku jiray oo soo dhaaftay uu cumriga intaa leeg shirkiga ku gaaray ayuu ka murugooday diintii ayuu soo galay bijasadihi wa ruuxihi isagoo jasadkiisa iyo ruuxdiisuba ay isla socdaan naftiisa iyo xoolihiisii iyo caruurtiisii intabana wuxuu geliyey daacada alle iyo rasuulkiisa ayuu geliyey wamaa huwa ilaa qaliil in yarba lagama joogin ilaa waxaa dhacday macrakadii ama ghaswadii uxud ayaa imantay camr ibnu aljamuux wuxuu arkay wiilashiisii saddexda ahaa oo u diyaar garoobaya inay ka qayb galaan ghaswatu uxud ay ka qayb galaan ay acdaada ilaahay la kulmaan markuu arkay iyagoo hor kor iyo hoos u socda oo diyaar garoobaya sidii libaaxyada dhammaantoodna rajaynay inay shahaado qaataan ay ilaahay raalli ahaashiisa ku guulaystaan arrinkii baa isagana waxay ku kicisay inuu isaguna inuu diyaar garoobo markuu arkay wiilashiisoo diyaar garoobaya odaygii da'da ahaa ayaa isaguna wuxuu bilaabay diyaar garoob laakiin wiilashiisii way ka diideen waxay dhaheen aabow annagaa kaaga fila waxaa tahay qof da'a oo weyn baa tahay wa maca daalika dadkii loo cudur daaray baad ka mid tahoo waabad lug laadahay ilaahayna waa kuu cudur daaray fadhi arrinkii aad buu uga cadhooday markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u tegay isagoo ka ashkatoonaya wiilashiisii wuxuuna yidhi yaa nabiy allah nebigii allow ina abnaa'ii haa-ulaa'i wiilashaydan kuwan ah yuriiduuna waxay doonayaan an yaxbisuunii can hada alkhayr khayrkan inay iga xabisaan bay rabaan wa hum iyaguna yatadarracuuna waxay ku cudur daaranayaane cudurdaar iga dhigayaan biannii acraju inaan ahay mid lugla wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an ataa inaan ku istaajiyo bicarjatii lugtaydaas aan ka naafada ka ahay haadihi ee tan ah aljannata jannadaan rabaa inaan istaajiyo allahu akbar qofku markuu iimaanku qalbigiisa galo waxyaabaha xawaajista ay dadku arkaan oo dhan uu ka gudbayaa waxyaabaha qofka ka teeda khayr oo dhan dabaad aragtaa odayaal da ah oo waqtiba waqtigu ka daran yahay oo ka qabow daran yahay ama kulayluhu jira haddana u socda masaajidda iyo meelaha khayrka sababtuna wax kale maaha waxaa laga yaabaa dad iyaga ka dhalinyaraysan oo maaragtaanay ka caafimaad badan inay hawsha qaban karin sababta loo qabanayana wax kale maahane waa iimaanka qofka qalbigiisa degay weeye iimaankaa qalbigiisa degay wuxuuba go'aansaday lugtaa ay ku dhaleecaynayaan ay sababta uga dhigayaan iyada lafteeda inuu jannada ku istaago markaa rasuulka yidhi sala allahu calayhi wasalam markuu arkay go'aankiisii dacuuhu iska daaya lacala allaha waxaa laga yaabaa alle caza wajalla an yarsuqahu shahaada inuuba shahaadada ilaahay ku arsaaqa laga yaaba uu shahiid noqday iska daayo ku yidhi way sii daayeen marka uu soo dhowaaday bixitaankii wuxuu sagootiyey camr ibni aljamuux xaaskiisii hinda ahayd ayuu sagootiyey wadaaca mufaariqin laa yacuudu waa sagootin qof baxayo oon dib dambe usoo noqonay xaggaa iyo qibladu u jihaystay labadiisa gacmood buu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi allaahuma rzuqni shahaada ilaahu igu arsaaq inaan shahiid noqdo shahaadada igu arsaaq oo waddada alle in laygu dilo walaa taruddanii ilaa ahlii khaa'iban aniga oo maaragtaanay soo guuldaraystay ha igu soo celin ehelkeeda inuu soo laabto uu maaragtaanay adduunyadaba ku soo laabto iyo guuldarro u arkayaa wuxuu isagu u arkayaa wanaag iyo khayr in bartaas lagu dilo uu jannada rabbi subxaanahu wa tacaala xaggaas ka galo
حقيقةً نقوش ربط تاوي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى يوحو لقفكي لقل لي حيو النار جنة كلا قفكا سيا حقيقةً قوليستي ديوذنا وحكا لماها والراحة قابن وابحي يحيط به أبناؤه الثلاثة إساقوا إمارة تانية أن أي حرير أي سعدان ويلشي سيصدح لها وجموع كبيرة يترب ظنو من قومه بني سلمة كمدة أيها كقيب قلن دقالك أحد مركي حالة دي أدكاتي حمي الوطيس مركو مارك تاني معركة دي أي هلع دي أي تدك كلياعين وانقو غن قزوة أحد صحابة رضوان الله عليهم ويجبين قال هذا مركو هوري مركو دمنا المسحابة والنبي صار جبل الرومات أيها سودك خالد بن وليد ومكة لسوا على المشركين ومولسوا إسلامي أيها سودة برجبيه مسلمين تويكلا باهين طلف ريكا هذي قف ملبك بحي ولا كلا باهين رسولك صلى الله عليه وسلم دات كوبا باكو صحري دات كي كوبنا يكو صحري أيها وحا كمدها عمر بن الجموح صعرري isagoo ku soo boodaya lugtiisii fayoobayd ku soo boodaya wasban booditaan wahuwa yaquulu isagoo le innii anigu la mushtaaqu waxaan u xiisay ilaljannati jannaan u xiisay innii anigu la mushtaaqun ilaljannati jannaan u xiisay unu hiloobay isagoo la soo boodaya oo lugtii ku soo socda waxaana garab socda oo daba calalaya wiilkiisii khallaad labadooduba iyagoo bartii taagan oo rasuulka rabbi sallallahu alayhi wa sallam difaaciya ayaa meeshii ay ku shahiideen goobtii bay ku shahiideen wiilka iyo aabuhuna inay geeriyoodaan oy shahiidaan waxaaba u dhexaysa laxadaad ilbiriqsiyoba u dhexaysay wamaa in wadacat almacrakatu awsaaraha markii ay macrakadii iyo dagaalkii markii uu qaboobay ay dhammaatay حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعي إلى شهداء أحد شهداء أحد وكعي ليواريهم التراب ترابهم سيدي مارك تاني لو آسلها وآسكو جيبا لو دريري أصحابتي بكل النبي عليه الصلاة والسلام خلوهم بدمائهم كدايا ليقوغا يو جراحهم داوعيدو دي فإني فأنا عنو شهيد عليهم مرخاطبا واحد مالك آخر inay wadada alla ku dhinteen inay shuhada yihiin ana umara kacaya iyagoo dhiigoogii iyo maryahoogii dhaawacoogii qab sidaa lagu aasaguri nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi nebigu maa min muslimin muslim ma jiro yuklamu fii sabiilillaahi lagu dhaawaco wadada alla lagu dhaawaco ilaa jaaa yowma alqiyaamati ilaa wuxuu iman maalinka qiyaamo yasiilu daman isagoo dhiiggiisu dareerayo allownu ka lowni zacfaraan midabku waa midab zacfaraan wariixu ka riix lmisk midabka unbaa midab guduudane udgoonkuna waa ka riix lmisk waa sidii udgoonka miskiga oo kale wey markaasuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idfinuu camr ibn ljamuux aasa camr ibn ljamuux maca cabdillaahi ibni camr cabdillaahi ibni camri iyo isaga hal qabri wada geliya maxaa yeelay faqad kaanaa mutaxaabbayni متصافيين في الدنيا وحيا هاي لبقف أو سكبك حار أو إسجعل بأهاي الدنيا ما كي جوجي ساسا أنا ماشي سلوجو هذا آسي وذيك دادها عمر بن الجموح رضي الله عنه ساسو كهلي أمني يدي سي يوحي الرجيني إلهنا سبحانه وتعالى قفكو هدو رن وحقم على يستو إلهي سبحانه وتعالى هو الرومانية إلهي الرالي أكا هذا عمر بن الجموح iyo shuhadadii uxud oo dhan ilaahayna qubuurtooda ha u nuuriyo saxaabada dhammaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ha ka ahaado haada wasala allahu wasalama wabaarak calaa nabiyina muxammed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin